Said, lecturer of radiology, Benha University, will talk to us about role of ultrasound in diagnosis of inflammatory causes of acute abdomen. تفضل. السلام عليكم. Sonographic evaluation of inflammatory causes of acute abdomen. Dr. Ahmed Said, lecturer of radiology, Benha University. Acute abdomen is a clinical syndrome characterized by sudden onset of severe abdominal pain requiring early medical or surgical treatment. Multi-slice CT is increasingly replacing ultrasonography for evaluation of patients with acute abdominal pain. However, ultrasound still have specific advantages. Advantages of ultrasound relative to CT, no ionizing radiation, has spatial resolution higher than CT. يعني أنا مثلا في البول وول مثلا ممكن بالسونار أشوف كل اللايرز بتاعت البول لكن في CT ما بقدرش. Dynamic real time qualities of ultrasound, إن أنا ممكن أشوف الإفكت of respiration, البريستاليسيز بشوفها بالسونار, الإفكت of compression بشوفه بالسونار. Correlate finding with the area of maximum tenderness with palpable mass. إن أنا بحط البروب على الأريا of maximum tenderness أو بحط البروب على المكان اللي فيه mass. الألتراساوند موبيليتي أند فلكسبيليتي إن أنا ممكن أنقل السونار للمكان اللي فيه البيشنت لو البيشنت ما بيقدرش يتحرك حتى لو في العناية مثلا. Ultrasound guided puncture إن أنا بقدر أسحب فلويد بالسونار جايدد وأقدر أعرف النيتشر في الفلويد ده بلاد ولا باس ولا بايل. Allow direct communication with the patient. Disadvantages of the sonar of ultrasound relative to the CT, in our relatively time consuming طبعاً compared to the sonar, compared to the CT, disturbed by gases, by bone, بالشادوينج بتاع الجازز والبون, and by patient obesity. Operator dependent, يعني مثلاً أنا لو patient عنده diverticulitis والسونوغرافر مش أوير بإن ممكن يكون البيشنت ده جايب diverticulitis وما حطش البروب مثلاً على left iliac fossa, ممكن يمس الدياجنوز على إن الحالة دي نورمال وهي تكون عندها باثولوجي. الالتراساوند تكنيك جريدد كومبريشن ان انا بضغط بالبروب على بطن العين وانا باثناء الفحص له اكثر من ميزه الميزه ان هو بيعمل كومبريشن للفات وبالتالي بيقلل الديستنس اللي بين البروب وبين الاورجن اللي انا عايز اشوفه انا طبعا لو استعملت السوبرفيشال بروبز بيبقى فيه هاي فريكونسي وكل ما زود الفريكونسي البنتريشن بيقل وبالتالي الديب ستراكشر ما بتقدرش اشوفها بالسوبرفيشال بروبز كويس اللي بيساعدني ان انا اعمل كده ان انا لو عملت كومبريشن بالبروب اللو اسيسنج ريجيديتي طبعا وانا اثناء الفحص لما بيعمل بين للبيشنت وايه ريفلكس ريجيديتي مودريتلي فيلد يورين بلادر الرين بلادر كل ما تبقى مليانه انا بقدر اشوف البلفيك ستراكشرز ان ديتيل اكتر ولكن هي بتانترفير مع الكومبريسابيلتي الترانس فيجن الترا ساوند ممكن استعملها عشان اقدر اشوف الحالات الباثولوجي بتاعت البلفز جينيكولوجيكال كوزز مثلا لكن برضو بعض الكونديشنز زي البلفيك ابندسايتس ممكن ما اقدرش اشوفها بالترانس ابدومينال بحتاج اعمل لها ترانس فيجن عشان تظهر مومنج لون تكنيك اللي هو التكنيك اللي انا بقدر افحص بيه الباول لوبز ان انا بفحص الابدومن كلها في فيرتيكال لاينز كده جنب بعضها اوفرلاب بحيث ان انا ما مس اي جزء ما يحصلش ميسنج لاي جزء من الباول لوبز نوت اكزامند دي صوره للسي تي والابندكس بالسي تي نورمال ابندكس بالسي تي وبالسونار طبعا انا شايفهم بالاثنين لكن واضح الفرق في السونار ان انا قادر اشوف الديتيلد ستراكشر بتاع الوول بتاع الابندكس ده برضه ريال تايم اكزامينيشن بيوريني الايفكت بتاع الفالزالفا طبعا دي كل دي اوبشنز موجوده في السونار لكن ما بقدرش اشوفها في السي تي الكومبريسابيلتي ان انا شايف الاليوم ده ممكن بعض يعني لو هو لو يعني الكومبريسابيلتي واحده من الساينز اللي انا بشخص بيها ففي على الشمال انا ممكن شايف ان الاليوم نوت كومبريسد فممكن يتشخص مستكن على انه باثولوجي لكن بالكومبريشن بيبقى كولابسنت الاسبيريشن بقدر اشوف بالاي او بالفيجن ممكن اشوف ان الفلويد اللي انا بسحبه ده بيريولنت بعرف ان الكوليكشن اللي موجود ده بس باستخدام الهاي فريكوانسي سوبرفيشال بروبز مع الكومبريشن قادر اشوف الديتيلز ستراكشر بتاع الوول بتاع الاليوم والابندكس ده ترانسفاجينال سونار لبيشنت بريزنتد ويز ابندسايتس نوت سين باي ترانس ابدومينال سونار لكن لما عملنا ترانسفاجينال الابندكس الابندسايتس ظهرت بكل الساينز بتاعتها ده الماونج لون تكنيك اللي هو بقدر اشوف بيه الابدومينال وول كله فيرتيكال لاينز اوفرلابد مع بعضيها بحيث ان انا ما يحصلش ميسنج لاي بارت ده بقى عشان اقدر اسس الباول لوبز Inflammatory causes of acute abdomen, GIT causes, سواء إذا كانت gut أو solid organs, appendicitis, cholecystitis, pancreatitis, gynecological causes, salpingitis, tube ovarian abscess,
Urinary tract causes cystitis, pyonephritis, peritoneum, even primary or secondary peritonitis. The vascular causes ischemic colitis. This review will focus on appendicitis, ileocecal Crohn's disease, infectious enterocolitis, mesenteric lymphadenitis, and diverticulitis. Sonographic anatomy of the bowel wall. The bowel wall become in 5 layers, the most inner layer اللي هي superficial mucosa, deep mucosa, sub mucosa, musculosa and serosa. دي صورة بالسونوغرافيك فايندنج بشوف اللايرز كلها قادر اشوفها كلها بالسونار. الانر موست لاير اللي هي سوبرفيشال ميكوزا بتبقى وايت ودي في احيان ما بقدرش اشوفها لانها بتبقى ماسكت بالفيكال كونتنتس او بالجاز اللي موجوده انترليومينال. الديب ميكوزا دي بتبقى هايبر اوكوك ودي بتتشاف في كل الفحوصات. السب ميكوزا بتبقى هايبر اوكوك وبرده بتتشاف في كل الفحوصات. الماسكولوزا هايبر اوكوك بتتشاف في كل الفحوصات. السيروزا بتبقى هايبر اوكوك لكن ممكن ما تتشافش لانها بتبقى ماسكت بالسراوندنج فات. الابندسايتس اكوت ابندسايتس موست كومن ابدومينال سيرجيكال ايمرجنسي. الرول اوف الساوند ان كونفيرم الدايجنوز ان انا اشوف الانفليمد ابندكس او ان انا اكسكلود الابندسايتس ايفن ان انا اشوف نورمال ابندكس او ان انا دايجنوز اذر كونديشن. النورمال ابندكس نورمال ابندكس بتبان كاسمول كومبريسابل كونسنتريكالي لايرد موبايل بلايند اند سيرجيكال سيد ستراكشر with collapsed lumen, diameter بتاع up to 7 millimeter. Application of power dobral, power dobral ممكن ألاقي minimal أو ما لقيش vascularity في الوول بتاع الابندكس. ده كل ده signs بتاعة النورمال ابندكس. ده سونار لحالتين, حالة نورمال وحالة ابندسيتس, بيبين الفرق بين الاثنين. النورمال دي compressed اللي هي النورمال على الشمال compressed مفيش حواليها echogenic fat. بالدوبلر ما فيش مش واخد اي كلر. على الناحيه اليمين ابندسايتس نوت كومبريسد, الفاسكولاريتي اللي في الوول عاليه حواليها ايكوجينيك فات. دي نورمال ابندكس بالكومبريشن, يعني المنظر الاولاني على الشمال يبدو انها لا ممكن تتشاف على انها ابندسايتس لكن مع الكومبريشن, وده من ضمن المميزات بتاعه السونار, مع الكومبريشن هي كومبريسد وبالتالي هي نوت باثولوجيك نورمال ابندكس. Sonographic appearance of appendicitis نفس الشيب بتاع النورمال appendix ولكن بتبقى tender و not compressible. Interluminal fecalises are found actually obstructing the lumen, ممكن ألاقي جواها fecalis. Surrounded fat بيبقى hyper echoic لأنه بيبقى inflamed, hyper echoic و incompressible. Irregularity في الوول أو في حاجة اسمها disturbed layer structure, ودي من مميزات السونار برضه. لو لقيت disturbed layer structure اللي هو اللايرز اللي أنا بالمنظر النورمال لايرز اللي أنا بشوف في السونار, لو لقيته disturbed في focal area ممكن أسسبكت إن في imminent perforation أو even perforation. باور دوبلر ايفن ان انا الاقي فاسكولاريتي عاليه او ان انا ما الاقي ابسنت فاسكولاريتي في حاله الانكريزد انترا ليومينال بريشر ويبقى واسكيميا في الوول, ممكن ما الاقيش فاسكولاريتي خالص ولكن ستيل في ابندسايتس. بريزنس اوف جنرالايزد الاديناميك الياس مع حالات البرفوريتد ابندسايتس, يعني انا ايفن لو انا مش شايف الابندكس او مش شايف ان دي ابندسايتس لكن شايف بيشنت جايب الكلينيكال بيكتشر بتاع الابندسايتس ومعاه جنرالايزد الياس ممكن اسسبكت ان في ابندسايتس مش شايفه ومعاه برفوريشن. فري انترا بروتونيال فلويد از نون سبيسيفيك مع الابندسايتس لانه في حالات كتير من الابندسايتس ما فيش فلويد والعكس في حالات كتير في فلويد ويكون الكوز اذر كوز غير الابندسايتس. انفلاماتوري ميزنتريك ليمف نودز حالات كتير جدا من حالات الابندسايتس بمعها رياكتيف انفلاماتوري ميزنتريك ليمف نودز. انفلمد ابندكس ات ابنورمال بوزيشن, البوزيشن بتاع الابندكس فاريبل, في اماكن ممكن يكون المكان في الابندسايتس على مسافه يعني سيجنيفيكانت من الماكبيرنس بوينت ان انا بفتح عليها, يعني مثلا زي سب كوستال ابندسايتس. ففي الحاله دي الافضل ان انا احدد للكلينيشن او الجراح علامه بالماركر علشان يقدر يفتح فوقها بالظبط. دي صورة الابندسايتس, انا باي كومبريشن انا عامل كومبريشن فالاليوم كومبريزد اللي هو نورمال كومبريزد وجنبه الابندكس نوت كومبريزد وفيها وطبعا انلارجد وفيها ايكو ليفل بتاع الكونتنت. برضو حالة ابندسايتس برضو انكمبروسابل وحواليها ايكوجينيك فات, لكن السهم هنا بيشاور على فوكال اريا اوف فلير ستراكشر ديسربشن معناه ان في ترانسليومينال سبريد للانفكشن, ودي معناها ان دي حاله امينينت بيرفوريشن. اللوس اوف لاير ستراكشر في الابندكس ممكن يدل على ان في امينينت بيرفوريشن. دي عيان السونوغرافر رسم صوره الابندكس تحت السبكوستال بعيد عن النقطه بتاعه الماكبيرنس بوينت.
Spontaneous resolving appendicitis, if clinical symptoms rapidly subside, despite the presence of an unequivocal inflamed appendix, معناها ان البيشنت بيتحسن كلينيكالي، لكن بالسونار انا بلاقي بعض الفايندنج ان يعني زي سطل فايندنج كده للابندسايتس والبيشنت كلينيكالي ستيبل. في الحالات دي انا ممكن اعمل لها فولو اب واشوف يعني الكورس بتاعها هيبقى ايه. لكن لو البيشنت ده عنده هيستوري انه كان جاله قبل كده اتاك اوف ابندسايتس، فمفيش شرول للفولو اب هنا، لازم يعمل له ابندكتومي على طول حتى لو هو كلينيكالي كويس، لان الريكورنس ريت فيري هاي، يعني كده ولا كده هيجي له ابندسايتس بعد كده. فدلوقتي اعملها له الكتيف بدل ما اضطر اعملها له ايرجنت بعد كده. دي حاله ابندسايتس على الشمال، بس لكن البيشنت كلينيكال كويس والفات اللي حواليها مش كتير، فمعناه ان الانفلاميشن هنا مايلد. بالفولو اب على الناحيه الثانيه بدات الابندكس حجمها يصغر والكمبرسابل، وبدات تبقى كمبرسابل، بدا البيشنت يبقى نورمال. الابندكولار ماس في حاله البيشنت اللي هو نوت تريتد، يعني العيان الابندسايتس اللي هو ما دخلش جراحه وتاخر لبعض الوقت، ممكن الابندكس تبقى سراوندد ويز اومنتال لوبز وتبقى بريزنتد باي بالبال ماس عند الرايت اليك فوسا، والساينز بتاعه الابندسايتس بتبقى قليله. بالالترا ساوند نشوف لارج ماس اوف نون كومبرسبل فات اراوند ذا امندكس ويز انترسبيرسد ويز ايكولوسنت ستريكس. الايكولوسنت بتاعه معناها ان في نكروزس في الفات اللي حواليها، فده بدايه الليكوفاكشن. ده بنسمي دي بنكرات اسمها ابندسيه الفليجمون، والابندسيه الفليجمون دي ايفن انها بتبروجريس تريزولف او انها تحول ابندوكل ابس. الابنزال فليجمون الكلينيشنز او الجراحين ما بيحبوش يدخلوا فيها، لانها الجراحه فيها بتبقى فيري ديفيكولت، فغالبا بتمشي كونزرفت. وانا في وانا بعمل لها كونزرفيشن بشوف اذا كانت هتتحول يعني تتحسن او تسوء. لو بدا يكون في كولكشن يبقى ده معناه بدات تخش في ابسس، او لو بدات ريزولف. عشان اتاكد ان ريزولف في اكتر من حاجه بتابعها: السايز بتاع الابندكس، كميه الفات اللي حوالين الابندكس. فدي صوره البيشنت كان جاي ببنكريات ابندسيه الفليجمون وباي تايم السايز بتاع الابندكس بيقل والفات والسايز بتاع الفات بيقل ليتر اون، يعني البيشنت قرب يبقى توتالي نورمال بالسونار. ابندكولار ابسس لما يتكون كولكشن جنب ابندسايتس، في ابندسايتس وجنبها ابندكولار جنبها كولكشن، فده الكولكشن دي معناه ان هو غالبا ابسس. التريتمنت بتاع الابسس ايفن ان اميديت سيرجري، دي في حالات غالبا في حالات الاطفال او البيشنت اللي عندهم سيفير بيروتونايتس مش هنقدر نستنى. البيركونيتونوس درينج لو عيان عنده لوكالايزد كولكشن ابسس ولكن الى حد ما في مايلد بيروتونايتس او يعني هو افضل حالته افضل، فممكن نعمل لها بيركونيتونوس درينج وده التريتمنت اوف تشويس، او ان انا استنى نعمل لها كونزرفاتيف لو كان الابسس ده سمول سايز والبيشنت كلينيكال ستيبل، ممكن استنى لغايه ما يحصل ابزوربشن للفلويد الموجود في الابسس ده في اي ادجيسنت باول. دي صوره الابندسيال الابسس والادي الابندكس وجنبها كولكشن، والكولكشن دي في كوليس، ده الابندكولار ابسس، وده برده مثال تاني جنبه الابندكس انفليمد وجنبها سمول كولكشن ابندسيال ابسس. في مشاكل في تشخيص السونار، تشخيص الابندسايتس بالسونار، في الفولس بوزيتيف دايجنوزيس ان يكون عيان عنده نورمال ابندكس وانا شخصها على انها ابندسايتس. السايز مثلا ممكن الابندكس نورمال تكون سايز بتاعها كبير اكتر من 7 ملي نورمالي، وده بيحصل في حالات الاطفال نتيجه الهايبربليزيا، او ممكن تحصل في حالات الكبار لو نتيجه الفيكال امباكشن، وتشخص على انها ابندسايتس وهي نورمال. وده طبعا بقدر اوصل للدياجنوز دي بان اكسكلوج يعني اذر ساينز بتاعه الابندسايتس مش موجوده، مجرد جاست بس ان هي كبيره ان سايز. نورمال اند سيكنينج اوف ذا ابندكس اسوشيتد وذ اذر كونديشنز، بعض الاحوال مثلا زي السيكال كارسينوما او الكرونز ديزيز مثلا بيحصل ميكوزال او ماسكولار سيكنينج في السيكوم، بيعمل اوكلوجن لليومن بتاعه الابندكس وبتبتدي تعمل ريتنشن للسيكيشنز بتاعتها فتكبر، فتتشخص على انها ابندسايتس ايفن وهي نورمال. الفولس نيجاتيف العكس، ان يكون واحد عنده ابندسايتس وما تتشافش، يكون في انفليمد ابندكس ولكن مش متشافه، زي حالات الجنرالايز بيروتونايتس بيكون الجريدد كومبريشن صعب تكنيكالي صعب، فانا ما بقاش قادر افحص العين كويس فما اشوفهاش، ان الباول لوبز حوالينها تغطيها، ان اليومن بتاع الابندكس اتسلف يكون جواها جازز والجازز دي تعمل شادوينج للوولز بتاع الابندكس فما اقدرش اشخصها كويس. ان انا اشوف جزء من الابندكس، ممكن اشوف البيز بتاع الابندكس اشوفها نورمال، ولا يكون الباثولوجي كله موجود عند التب فيكون هي العين عنده ابندسايتس لوكالايزد في التب بس، وانا اشوف البيز فاشخصها نورمال وهو ابندسايتس.
في انفلمد ابندكس بس حجمها هو نورمالي هي حجمها اقل من 7، فايفن ان هي انفكتد وابندسايتس ولكن السايز بتاعها اقل من 7، فتتشخص على عندها على انها نورمال وهي ابندسايتس. اسوشيتد كونديشنز معناها البيشنت اللي هو يعني ان انا جايب بيشنت بريزنتد، اول ما يعني سونوجرافر يلاقي فايندنج يروح مشخصها على طول بالفايندنج دي، ويكون العيان ده عنده ابندسايتس وهو ما اهتمش. بمعنى يعني هو انا جايب بيشنت جايب اكوت ابدومن، فانا يعني اوف انون كوز، فالسونوجرافر اول ما يلاقي فايندنج يروح مشخص الحاله بالفايندنج دي وهو ما دورش كويس، ويكون هي ابندسايتس ودي اسوشيتد فايندنج. زي ال السكندري وول سوكنج بتاع الاليم، يعني بعض حالات الاليم الابندسايتس ممكن يكون الاليم يحصل فيه سيكنج، وطبعا الاليم كسايز اكبر من الابندكس، فالبيشن او كلينيشن سونوجرافر سوري اول ما يشوف الاليم سيكند فيشخص ان الحاله دي على انها اليايتس ويكون هي ابندسايتس. انلارجد ميزنتريك ليمف نود تشخص على انها ميزنتريك ليمفادينايتس ويكون دي مجرد اسوشيشن للابندسايتس. الفيكوليس از امبندكولار بيز ممكن تشخص على انها دايفرتيكولايتس على الرايت سايد كولون وهي ابندسايتس. الاوفاريان سيست في حالات كتير من النساء، ان اول ما بلاقي اوفاريان سيست بقول ان هي دي المشكله، خصوصا لما يكون عند الرايت سايد ويكون هي مجرد اسوشيشن مع حاله ابندسايتس. الهايبر اكوك نان كومبرسبل فات، ان انا جاست الاقي هايبر اكوك نان كومبرسبل فات عند الاريا بتاعه الرايت اليك فوسا فاشخصها على انها مثلا ابندسايتس ابوليك مثلا ويكون هي اسوشيشن مع الابندسايتس. دي صوره للسي تي للسونار في حاله ابندكس باللينجوتيدنال وترانس وكات سيكشن، وجوه والابندكس سيلف جواه جازز، فالجاز عامل شادوينج للوول بتاع الابندكس وبالتالي ديفيكلت ان دياجنوزز. دي حاله ابندسايتس ولكن السايز بتاعها نورمال ان سايز، لكن انا ما بشوف بقيه الساينز في حواليا اوكوجينيك فات بالدوبلر في فاسكولاريتي عاليه نون كومبريسبل، فبعرف انها ابندسايتس ايفن وهي سمول سايز. دي حاله ابندسايتس معها اليال سيكنينج. طبعا هو الصوره هنا جايبه الابندكس موجوده، لكن انا لو انا مش شايف الابندكس وممكن شفت الاليال وول ده سيكند، ممكن اشخص الحاله دي على انها كرونز مثلا او اليالتس ايفن وهي معاها ابندسايتس. اليوسيكال كرونز ديزيز ده ديزيز اوف انون ايتولوجي بيافكت اي بارت من الجي اي تي. المشكله في الكرونز ديزيز ان هو ممكن له اتيبيكال سيمتومز، وساعات بيجي بسيمتومز زيها زي بتاعه الابندسايتس فيخش في ميس دياجنوزز مع الابندسايتس. Sonographically, there is marked mural thickening of the lumen, which decreases or no peristalsis, and it is not compressible. Classically, all layer is involved. ودي نقطة مهمة عشان يشخصوا بالديزيز الثانية، إن كل layers بتاعة الول بتاعة الإليم بتبقى involved. وفي حاجة اسمها focal disruption اللي إحنا قلنا إن المالتي layer structure ده absent في focal area. ده برضو من characteristics بتاعة الكورونز. The eclusent wall bright eccentric foci indicate deep ulceration. دي بتبقى نتيجة الجازز، يعني لو في فيشرز أو ألسرز والجازز اللي في اليومن وصلت جوه في الول فتدي إيكوجينيك شادو جوه في الول، دي دليل على إن في ألسريشنز. السيكما بندكس مي بي شو ميورال سيكنينج ميزنتريك ليمف نودز أسوشيشن. دي صورة للكرونز ديسيز، شايفين في ماركت سيكنينج واخد السب ميكوزا مينلي والميكوزا اللي هي البند البيضاء الكبيرة دي سب ميكوزا، واخد المسكولوزا، وفي فوكال ديسربشن موجود عند الرايت سايد من الاليم، وجنبيها فلويد كوليكشن، فده اليو كرونز وعامل ابسس جنبها سمول ابسس فورميشن. دي حاله تانية اليم واليال سيكنينج وفي فيستولا فورميشن مع الابندكس. الارو بيشاور على التراك اللي فيه الجازز اللي عامله الفيستولا. انفكشوس اليوكولايتس ده بكتيريال انفكشن عباره عن انفلاميشن للاليم والكولون باي بكتيريال انفكشن. الفكره فيه ان هو لما بيافكت ساعات بيبقى لوكالايزد على او يعني افكت مينلي السيكم والاليم، وبالتالي ان انا ممكن يخش في ميس دياجنوزز مع حالات الكرونز. تمام. هو في طبعا في فروقات بينه وبين بين الكرونز، وبرضه ممكن بريزنتد في بعض الاحوال بابدومينال بين رايت لور ابدومينال بين، وساعات يكون هو طبعا بريزنتد بدايريه، لكن في بعض الاحيان ممكن ما يكونش في دايريه خالص ظاهره، فبالتالي اعمل له ميس دياجنوز على انه ابندسايتس. الفرق اللي بينه وبينه اللي احنا قلنا في البيثولوجي الاولاني اللي هو الكرونز بيبقى واخد كل اللير، لكن ده مينلي على الميكوزا والسب ميكوزا. الكرونز ده غالبا يعني بيبقى فيه ريكورنت اتاك، يعني خف البيشنت يتحسن ويرجع يسوق، لكن هنا ده غالبا سيلف ليميتنج ديزيز ما بيحصلش فيه كومبليكيشنز. الكرونز ديزيز بيبقى معاه افكشن للميزنتري او الفات اللي حوالين الباول لوب، وبالتالي غالبا الكومبليكيشنز في فرصه اكتر للكومبليكيشن هي الابسس فورميشن والفيستولا. اما الاليو
الانفكشوس اليوكولايتس ده ما بيبقاش معاه انفكشن للفات, وبالتالي الفات اللي حوالين اللوبز مش نوت افكتد, ومن ثم مفيش فرصه ان يحصل كومبليكيشنز زي الابسس وزي الفيستولا. الصوره هنا برضو لحاله اليوكولايتس, احنا شايفين الماركت سيكنينج اللي موجود في الميكوزا اللي هي اللاير الثانيه, التو باندز البيض اللي هي اللي هو الديب ميوكوزا, والبند الثانيه اللي هي السب ميوكوزا, في ماركت سيكنينج وفي سيكنينج اوف فوستريشنز بتاعه الاسندنج كولون. وعلى الناحيه الثانيه اخر حاجه فيها حاجه عشان نتاكد ان دي حاجه بعيده خالص عن الابندكس, الابندكس اتسلف از نورمال. احمد التايم لو سمحت. ميزنتريك انفيدونايتس, هو الفكره في بس اهم حاجه في الموضوع الميزنتريك انفيدونايتس ان انا لما اكون هي الاونلي فايندنج في بيشنت بريزنتد باي كلينيكال بيكتشر ممكن تبقى مس دياجنوز على الابندكسايتس, لازم السونوجرافر يهتم بانه يدور على الابندكس. وانس ان انا شفت الابندكس نورمال اشخص ميزنتريك انفيدونايتس من غير مشاكل, لكن لو انا ما لقيتهاش بحاول اتيك كير ان يكون في ابندكسايتس نوت سين. دي صوره المالتيبل ليمف نودز انلارجد بالسونار, وطبعا لو حطيت دوبلر هتلاقيها هايبر فاسكولار. السيجمويد دايفرتيكولايتس, هو السيجمويد دايفرتيكولايتس مين اللي بيتشخص كلينيكال, لكن في بعض الساينز في السونار ممكن تساعدني في تشخيصه ان انا اشوف الدايفرتيكولم اتسلف وجواها الفيكوليس وبالكاركتر بتاعتها, او انا اشوف او اشوفها واشوف معاها الباراكوليك ابسس. ده منظر لنورمال, او طبعا السجمويد كولون من ضمن الحاجات اللي بتميزه ان هو له فيكسد بوزيشن, يعني بالنسبه للسونار اميز حاجه في السجمويد ان هو له مكان ثابت, فانا بالتالي ما بسسبكت ان في دايفرتيكولايتس سجمويد عارف انا بدور على فين. اوكي, المنظر بتاع النورمال كولون او نورمال سجمويد كولون فاريبل, ولكن يعني الموست كومن يعني او الشكل العام بتاعه ان هو في اللايرز بتاعه التينيا كولاي اللي هي فوكال سيكنينج بتاع الماسكولوزا, ونفس اللايرز اللي احنا شفناه قبل كده في الاستراكشرز بتاعه البول وول. الدايفرتيكولايتس او سيجمنت بيخش في اكتر من ستيج, او الستيج الاولانيه بس مجرد انفلاميشن, وبعد كده بيتكون جنب في الستيج اللي بعد كده كان باراكوليك ابس. اكوردنج للكورس بتاع الباراكوليك اكسبس ده بيتحدد الكورس بتاع السيجمنت دايفرتيكولايتس اتسلف, يعني الابس ده ممكن يفضي الليتر اون, يفضي جوه في اليومن بتاع الكولون, او يفضي في دايفرتيكولم, ودول افضل احتمالات. لو الابسس ده فضى في البروتونيال كيفيتي بيعمل ابسس اكبر منه والحاله بتبقى اسوا. لو فضى في يعني ستراكشر ادجيسنت ستراكشر زي اليورينري بلادر او الفاجينا ممكن يعمل فيستولا. دي حاله دايفرتيكولايتس. الدايفرتيكولم او بتبان كساكولار اوت باوش او ساكولار كونتين ساكولار ستراكشر جنب الاوت لاين بتاع الكولون وجواها ايكوجينيك شادو بتاع الفيكوليس. دي حالتين مختلفين, واحده فيها واحده يعني في فيكم واحده, والكيس اللي على الشمال فيها اثنين. النشر ايفولوشن ده احنا قلنا اللي هو بتفضي فين بالظبط, في ده كيس اوف سيجمويد دايفرتيكولايتس ومعاها باراكوليك ابسس. ده دياجرام او سكيما بتبين لنا الابسس اللي بتكون باراكوليك ممكن يفضي فين بالظبط. ده منظر بيورينا ان الباراكوليك ابسس كون فيستولا مع اليورينري بلادر. الصوره اللي على الشمال احنا شايفين الفيستولا اتسلف وفيها جازز تراك لايك وفي جازز وزن الفيستولا. الصوره الثانيه اليورينري بلادر وفيها الجازز نيجي عند الضم اوف اليورينري بلادر والجازز جوه اليورينري بلادر. رايزنج سايدد كرونيك دايفرتيكولايتس ده بيبقى مور بناين عن السيجمويد. اولا هو بيحصل في الاطفال غالبا, يعني غالبا كونجينيتال, بيبقى الدايفرتيكولم واحده بس مش يعني غير السيجمويد دايفرتيكولايتس بيبقى مالتيبل. الكومبليكيشنز بتاعته بتبقى لس صعب انه يحصل له كومبليكيشن زي الثاني. الفكره فيه بس في كلها ان هو ممكن يبقى ميستيك مع حالات الابندكس لانه هو جاي على الرايت سايد, تمام, فممكن يبقى مس دياجنوز مع حالات الابندكسايتس, لكن هو في الاخر خالص هو سيلف ليميتنج. فالمشكله ان احنا مثلا كيس سيلف ليميتنج ديزيز وانا عامل له ابندكتومي خطا, فدي مشكله. فاحنا تيك كير ان انا حتى لو لقيت يعني ان انا برضه في حالات ان سسبكت رايت سايد دايفرتيكولايتس احاول ان انا اكسكلود ان انا اشوف النورمال ابندكس عشان ابقى مطمن ان ده بعيد عن عشان ما اضطرش اعمل عمليه ابندكسايتس لعيان نورمال. اوكي, ثانك يو. شكرا دكتور احمد. دكتورة جهاد وجيه, هتكلمنا عن الجي اي تي امرجنسي كيسز.